يا شيخ ألو، عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. ازيك يا ست غالية؟ تسلم وتعيش. وايه أخباركم؟ تمام. شفت الشعر اللي ترسلك من كل حتة؟ وأنا علشان كده المكالمة دي مخصوصة كده لأم يوسف، الله يبارك فيها هي وأولادها يا رب. يا رب. إيه والله، يعني حاجة بس كتير علي يا أم يوسف، والله تسلم. كتير علي. ربنا يخليك لينا يا شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك، أنا أشكرها جزيل جزيل الشكر. ده كفاية ودك ومحبتك الحلوة. الله يبارك، وأنت عقيدك عارفة يعني ما شاء الله مصر دي مش بس شعبها اللي أحبه وأحترمه، ده كمان تراب مصر. أحبها كثير والله، الله يحفظها لنا يا رب إن شاء الله ولجميع العالم يا رب. الحب يولد الحب يا شيخ عبد الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ادعي لنا بس ربنا يهدي القلوب يا شيخ. آمين، والله بندعي والله بندعي، وبس يعني نطلب الله سبحانه وتعالى إنه يعني ربنا يتقبل دعانا يا رب. يا رب يا رب. وبعدين كمان برضو أم أحمد من المنيا يعني جزاها الله خير بتكتب كده في على الشريط، فيعني شكرا شكرا كثير يا أم أحمد، ويسعدك ويسعد أولادك يا رب. أما طبعا سفيرنا الأستاذ عصمت اللي من القلعة، والأستاذ عصمت اللي مش عارف من نسيت من أي مكان، هو مصر الجديدة ومو ملايلة. مصر والأستاذ الجديدة عصمت بالقلعة. طبعا الأستاذ عصمت باستمرار برضو بيكتب تحياته لي في على الشريط، والأستاذ عصمت سمعناه في الحلقة اللي فاتت، وحاولت إني أدخل بس والله ما قدرتش حقيقي. إن شاء الله تيجينا بنفسك بقى. لا إن شاء الله، خلاص بإذن الله. لا إن شاء الله إن شاء الله هتكون برضو مصر أحسن وأحسن وأحسن يا رب يا كريم. يا رب يا رب. وطبعا مش عاوز بقى أطول لأنه إيه، عندي أسماء كتير وحبايب كتير، لكن إن شاء الله لما أجي حاشوفهم كلهم بإذن الله إن شاء الله. تيجي بالسلام. وسمعتني أنا كنت لسه بقول اسعد نفسك وحبايبك ولو بلمونة. والله والله. يا مش هفشق الليمون واروح بقى ازور بيه حبايبي. الله يسعدك يا ست الكل، انت الله يسعدك، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. تسلم وتعيش. تحياتي للجميع، الله يخليك يا ست غالية، الصغير والكبير والجميع. اهم حاجه النهارده خليك بقى اشوف غالية. انا رحت زرت كل حبايبي الاقباط، ورحت الكنيسه ساعدتهم في الاكل، وخدت معايا حبايبي كلهم. استنى واتفرج. وكل سنة وهم طيبين إن شاء الله. تسلم يا حاج عبد الله. تسلم. ده كانوا لي أصدقاء كتير جدا من المسيحيين، وأحسن الناس والله 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 أحسن الناس، الله يوفقهم، وإن شاء الله برضو هنلتقي بإذن الله بهم جميعا. تسلم، ده ما فيش كلام بعد كلام الحاج عبد الله بقى. يعني جاي من الأرض الطاهرة. الله يبارك فيكي. من جنب الكعبة الشريفة، شرفتنا النهاردة. شكرا جزيلا يا ست الكل، وتحياتي للجميع، وعندك والاستاف كله الله يبارك فيك، وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب وبخير يا شيخ. مع سلامة الله ستي. مع ألف سلام. هنيجي بقى صينية السمك. صينية السمك اللي بالبطاطس، خلي البطاطس رقيقة شوية، ما تعملهاش تخينة زي اللي بنعملها صينية بالطماطم، خليها رقيقة حبتين، لأن السمك ما بياخدش سوى، عشان ما تبقاش البطاطس من تحت نية والسمكة من فوق اتهرت. فخلي البطاطس رقيقة حبتين، يعني ايه ما تبقاش تخينة، يبقى ايه عودها كده حلو، لا هي تخينة ولا هي رقيقة، عشان خاطر يا دوبك عبال السمكة ما تستوي تكون البطاطس استوت مع البصل. واحنا قلنا ان البصل في الشتاء حلو، نية او مستوي حلو اهو. اديها رق بطاطس ورق بصل، هنتبلهم طبعا، هرش لهم ملح وفلفل وزعتر وكمون، وطبعا هنبقى متبلين السمكه، فهتطلع جميله وبتطلع حلوه قوي. يا ست اميمه، انا يا ست غالي كل سنه وانت طيبه.
وانتي طيبه يا ست غاليه، ازاي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. شفتي بقى الشعر اللي جالنا بقى لكل حبايبنا من الدول العربيه؟ اه ما ربنا يخليهم يا رب، سلامنا ليهم كلهم، الشيخ عبد الله والجميع كده، ربنا يخليهم يا رب، والله بيحبونا بصراحه وبيحبوا المصريين جدا. ربنا يخليك ان شاء الله، تسلمي يا رب. يخليك يا ست غاليه. ده انا رحت بقى رحت لحبايبي في الكنيسه بقى، هتشوفي بقى غاليه خدت كل حبايبها ورحت بقى حبايبي في الكنيسه ومطبخهم صلاه النبي واكلهم وحاجتهم، وكانوا مبسوطين وكنا فرحانين قوي قوي، واحنا كلنا كده قاعدين بنحب بعض، اللي بتخرط كوسه واللي بتخرط بصل وقاعدين كده مع بعضينا. هتتفرجي وهتعجبك قوي. ما شاء الله والله، سلامي والله ليهم كلهم، وكل سنه وهم طيبين، وكل سنة وهم طيبين جميعا يا رب. جيراني وحبايبي أبو مايكل وأم عماد، جارتي وحبيبتي أم وهيب، وجارتي اللي جنبي في العمر اللي جنبي أم مريان، كلهم أنا بحبهم جدا، وكل سنة وهم طيبين كده يا رب، والأيام الجاية تكون سعيدة عليهم يا رب. يا رب علينا كلنا بالخير يا رب يا رب. وأنا بحب أهني حفيدي يوسف، النهاردة عيد ميلاده ما شاء الله، كل سنة وهو طيب يا يوسف. والحمد لله على سلامتك يا محمود، كل سنه وانت طيب يا جو. الله يخليك يا حبيبتي، وهغني له كمان سنه حلوه يا يوسف. الله يخليك يا ست غاليه. وبقول لاخوه محمود، الحمد لله على سلامتك يا محمود، كان عامل عمليه والحمد لله لا كويس. لا سلام عليه. الله يسلمك يا حبيبتي، الف بعد الشر عليه. الله يخليكي، ما تشر عني، وسلامي للجميع يا رب، وربنا يجعلها سنه سعيده على جميع الناس يا رب، وما نشوفش مكروه تاني ابدا يا رب. اللهم امين يا رب يا رب يا ست غالية. يا رب ما تشوفيش مكروه لا في عيالك ولا في حبايبك ولا في اي حد تحبيه، ولا في اي حد والله يا ست غالية، ولا مسيحي ولا مسلم ولا اي بني ادم نشوف فيه مكروه يا رب. يا رب شرفتينا يا رب، الحال يا رب، ربنا يصلح الحال يا حبيبتي. الله دعوتك حلوه، مع ألف سلامة. هتحطي البطاطس والبصل، هتحطي بقى شوية بهارات، شوية فلفل أسود، شوية كمون، شوية ملح، شوية زعتر عليها كده، وتبدريها عشان خاطر تطلع طعمها حلو، يطلع طعمها حلو وتبقى حيقة من كله. هنا بقى الخلطة بتاع السمكة الكبيرة، ادي الثوم، هتحطي بهارات، هتحطي ملح، كمون، شوية خل، شوية زعتر، كل التوابل اللي تحبي تحطيها في السمك وتخلي ريحته مفحفحة وحلوة حطيها. وهنحطي كمان عودين كرفس مع عودين من الكزبرة الخضر عشان نحشي قلبها اهو. ست ايمان، السلام عليكم، ازيك يا ست غالية؟ ازيك يا ست ايمان، عاملة ايه؟ والله توحشيني يا ست غالية. يا اختي ما تشوفيش وحش. ايه الجمال ده، وايه ما شاء الله على قوة الحلقة وجمال الحلقة كده، من اولها بادية بشاعر وبفنانة جميلة وبالشيخ عبد الله، ايه الجمال ده يا ست غالية؟ ده انت لسه هتشوفي بقى الجمال كله لما كنا في الكنيسة مع حبايبنا المسيحيين. الله عليك يا ست غالية والله العظيم، الله عليك، كل سنة وهم طيبين، واخواننا وحبايبنا وجيراننا بألف خير كده ان شاء الله. يا اختي ده انا ام عمرو اللي اتصلت وقالت لي تعالي يا غالية نروحي الكنيسة نعمل معاهم الاكل بتاع العيد ونشوف حبايبنا، وقلت لابو عمرو الراجل صراحة ما تأخرش، قال لي يا غالية يلا خديها واتكلوا على الله. الله علينا والله العظيم، هو ده احلى حاجة، هو ده الشعب المصري، وعايزة اقول لك ان انت رمز للشعب المصري والله العظيم يا ست غالية. انتوا احلى، ده انت اللي جميله والله، وكل اكلك جميل. انا عايزه اقول لك الحلقه دي بالذات انا قاعده بابا واحمد جوزي يتفرج عليه، بابا بيموت في السمك، وبقول لماما انا وشوفها يا اختي ده انا وديه له لحد عنده. ربنا يخليكي تسلمي ايديكي، انا بقول لماما تقوم دلوقتي تعمل هو صينيه السردين دي، بابا بيحبها جدا. اسم ابو حرص جوزك اسمه ايه؟ اسمه احمد، انا قاعده جنبي اتفرج عليكي ما يفوتش حلقه. يا اختي عاشت الاسامي، تحيه يا سي احمد، والسمك ده كله هديه ليك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا ست غالية، يا رب يخليكوا لبعض دايما، ربنا يكرمك يا رب يا ست غالية. وعايزة اقول لك انا بقى بموت في الملوحة والفسيخ، وانا هعمل النهارده الملوحة دي، خلينا احنا الحقيقة بس دلوقتي الراية دي.
الرايه دي موجوده في السوق، بس الحقيقه عشان دي بتيجي والجفاف شغال، يعني ما يكون النيل جافف. ان شاء الله هخليه ينزل يدور لي عليها ويجيبها لي واعملها. لو ما لقيتيهاش بقى خلي لي البوري زيها كده نفس الطريقه. اه نفس الطريقه، هي قدامك على الهواء. ربنا يخليكي. وعايزه برضه اسالك سؤال، خلطه السمك اللي بتتحط بعد ما يطلع السمك من الشوي نفسك تقوليها لي. هعملها دلوقتي يا اختي، ما انا جايبه شر اهو عشان اشويه. يا حبيبتي ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ هعملها دلوقتي، غالي والطلب رخيص يا ست الكل. ربنا يخليكي يا رب ويخليكي لينا كده ويسلم ايديكي دايما على الحاجات الجميله دي. يا اختي قعدوا يتريقوا عليا يقولوا يا غاليه انت مقشفراها علينا، ده انت منشفاها علينا، اديني سيبتي ايدي وبحبحتها على الاخر وجبت لهم النهارده يجيب 50 جنيه سمك. ما شاء الله عليكي، يا رب دايما كده في الزياده. بس بتعملي اكل رخيص، اكل غالي بنعمله، كله جميل جميل جميل. بس انا برضو قلت لهم بليمونه تفرحوا عشان بس ما يزقططوش قوي. ربنا يخليك يا ست غاليه، وزي توتة سلمي لي عليها كتير وعلى بناتك الحلوين. تسلمي وتعيشي، كلهم زي الفل بيسلموا عليك. يا رب كده في احسن حال. ربنا يخليك يا ست الكل. مع الف سلامه يا ست غالي، مع الف سلامه. شوفي بقى حبايبنا الاقباط، وشوفي ازاي بقى كده لازم كلنا نحب بعض ونبقى روح واحده. ادي الخلطه اهي، الخلطه توم، هنحشي قلبها كده كله، توم وكرفس وكزبره خضراء وشويه جزر وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وتحشي قلبها كده. لازم قلبها يبقى نضيفه زي القشطه، تحشي قلبها كده. وهنبقى تشرخيها كده عشان تستوي، وكمان عشان تتبلي جنبها، تشرخيها كده بالسكينه وهتنيميها كده، وتاخدي كده وتحشي كده اهو في الاخرام بتاعتها، تبقى كلها حيقه. يا ست ام هند. الو السلام عليكم. ازيك يا ريحه الحبايب. الو ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، ازيكم انتوا عاملين ايه؟ احنا فرحانين بيكي، ويعني انت بقالك كتير ما اتصلتيش، يا رب يكون خير. لا ان شاء الله خير يا ست غاليه، وانتوا عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير الحمد لله، احنا بخير طول ما انتوا بخير. لا ما شاء الله الحلقه اليوم تجنن، اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. ده احنا كنا بنذيع اغنية امبارح كان فيها سيرة الحاجة الله يرحمها. الله يرحمها يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وانتم طيبين وبخير ان شاء الله. تسلمي يا ام هند. الحلقة مبروكة، اول ما اتصل علينا الشيخ عبد الله والفنانة الكبيرة هاي من الكويت، اكبر فنانة في الكويت كلها كوميدية، احسن فنانة كوميدية. ده انا فرحت قوي 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 بكلامها. اه والله، لا انا ما كنتش متوقع انها هي، يعني انا بقول واحده بتاخد شخصيتها، ولا طلعت هي لما شفت صورتها هي فعلا. ما شاء الله عليها، ده انا فرحانه بيها قوي، ده يتقال عليها يا بيضه يا ام الجلاجل والشعر السايح يا بيضه. لا لا دي عسل دي عسل، وبعدين هي اكبر فنانه كوميديه في الكويت كله. ربنا يا رب يديها الصحه وتبقى من نجاح لنجاح، وتجيني عندي هنا يا رب ان شاء الله يا رب. ونفسها خفيفه ما شاء الله عليها، وروحها يعني زي ما بنشوفها في السلسلة. ده انا بقعد كده عشان اشوف المسلسلات بتاعتها. ايوه يا ست غالية. الو. تسلمي يا قمر. الو يا ست غالية. اتفرجي معايا بقى كده وشوفي بقى المشوار بقى اللي خدته غالية وراحته. ان شاء الله يا حبيبتي. سلمي لي على الشيخ عبد الله يا عمري، وعلى ماما ليلى الجميله، وعلى اهل البرنامج كلهم يا حبيبتي. تسلمي تسلمي. يلا يا حبيبتي مع السلامه. مع الف سلامه. بصوا السمكه بقى دي هتتحط في الفرن، هنديها برده شويه زيت عشان خاطر البطاطس والبصل وكل حاجه فيها تستوي تبقى حلوه، وهندخلها برده في فرن البوتاجاز. ما تحطلهاش ميه ولا اي حاجه، هي على نار هاديه كده هتنس وهتبقى فل الفل. وهندخلها الفرن، هناخد فاصل ونرجع.